الو، ايه يا باشا؟ انا على الاسفلت اهو. تمام، عشرينات اللي انت عايزه. تمام، النهارده هيكون عندك المصلحه دي. بقول لك ايه، اقفل إيه كده، في واحده قدامي اهي. يلا سلام. يلا بقى يا محمد هنتاخر. جاي ثواني ايه برضه، شوفوا الجزمه بس. في تنيه جايه اهي يا محمد، يلا بقى. ثواني ايه؟ طيب ايه، هبقى اعمل ايه في تنيه جايه؟ اوقفها ولا اعمل ايه يعني؟ طيب وقفيها، انا جاي اهو. طيب حاضر ماشي. راحه فين؟ انا رايحه العصافره يا اسطى. طب يلا، يلا. طب ثواني بس، يلا يا محمد. محمد مين؟ محمد مين ده؟ محمد جوزي. خلاص سكتك غير سكتي. سلام عليكم. ثواني يا محمد. يلا يلا يا محمد، شكله مستني. خد هنا، خد هنا. فين؟ ايه يا عم؟ خلاص ما بوصلش حد. انا هنركبه معاك. هيعفي احنا تاكل. ايوه مش انت وقفت؟ اصورك دلوقتي وانزلك على النت. في ايه يا اسطى؟ انت ما بتركبش غير ستات ولا ايه؟ لا طب اركبه اللي انتوا عايزينه. يلا يا محمد. ده بيهزر شكله. ايه ده؟ وقفت ليه من الاول؟ طيب واحد ما ينفعش يعرق معاك ولا ايه؟ طب يلا يا اسطى لو سمحت عشان مستعجلين. الو، ايه يا باشا؟ لا خلاص المشروع باظ. ها راكب معايا واحدة وجوزها، هوصلها ومكلمة يا فقر. محمد ايه؟ ده السواق معاه ايفون. ايوه انا خدت بالي، ده الحديث كمان. ده ايفون 14 برو ماكس يا محمد. ايوه ايوه، سواقين اخر زمن. وفي سواق معاه ايفون برضو، ده كمان بيختار الركاب. ده ما كانش عايز يركبنا، بيختار اللي على مزاجه. حقه. ايوه طبعا معاه ايفون. بروح اصلا. انا اركب جنبي هنا. لا انا اركب ورا. ليه اهو؟ معلش يا اسطى انا بحب اركب ورا. بشوق. ماشي على جنب هنا يا اسطى. انت عايز، انت عملت معايا مصلحة. انزل يا زميلي. يلا يا هيك. يا اسطى انت تربست الباب ليه؟ الباب بايظ. وقفل الشباك ليه؟ انت بتقفل الشباك ليه يا اسطى؟ الباب بايظ. ايه علاقته بالشباك برضه؟ الشباك بيلق معايا، بيعمل لي صداع. ايه يا غزل؟ انت فين ده كله يا غزل؟ استنيتك كتير قوي. معلش يا امنية. مالك يا غزل زعلانه كده ليه؟ بس يا امنية زعلانه من ماما قوي. اقولك ليه؟ ليه يا غزل؟ عشان ماما خلتنيش اقسم مسلسلات الذهب بتاعتي. معلش يا غدا، بس دلوقتي بقى الهم. يلا بينا عشان نروح نجيب حاجة حلوة. ولا مش عايزة تجيبي حاجة حلوة؟ لا طبعا انا عايزة. طب يلا يلا بينا. بقولك ايه، انا راكبة مع سواق تنية شكله غلط خالص، وحاسة ان انا خايفة انزل من العربية. صح انت عندك حق. على جنب يا اسطى. يا اسطى بقولك على جنب يا اسطى، انا عايزة انزل يا اسطى. يا اسطى بقولك نزلني يا اسطى. انت مش دافعة فلوس يا عم؟ انا عايز انزل. هتوصلي يا عم. نزلني. مش نزول. مش من هنا يا اسطى. انت رايح فين يا اسطى؟ الحقوني. نزلني يا اسطى. يا اسطى بقولك نزلني يا اسطى. من سكتي دي، من سكتي والله. مش نزول يا عم. نزلني الحقوني. نزلني يا اسطى. يا اسطى نزلني يا اسطى. انت دافع فلوس يا عم؟ وده بينزلني والله العظيم. ما مسكت والله. نزلني يا اسطى. نزلني يا اسطى. نزلني بقولك. نزلني. اتجننت ولا ايه؟ وقف العربية دي. والله حنطت من العربية. وصلت يعني؟ حنطت من العربية. والله لو حنطت من العربية. حنطت من العربية. والله حنطت من العربية لو ما وقفتش. والله العظيم حنطت. والله العظيم حنطت. تعالى هنا. فين الباب ده؟ يا بيبي. فين الباب؟ يا بيبي فين الباب ده؟ يا شيخ فين الباب؟ يا فين الباب؟ والله لا نطلع. والله لا نطلع. والله لا نطلع. والله والله لا نطلع. والله
يا بنت المجنونة. يا عايز ده انا ربنا وعدني بواحدة مجنونة، دي نطت من التنية وهي ماشية. ها والله. تمام تمام، ما تقلقش انت خلاص. طب اقفل يلا عشان في واحدة قدام مني اهي. سلام. تعرفيها طيب؟ لا ما اعرفهاش، انا جيت لقيتها عماله ماسكه رجليها مش شايفه. في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ خدت عربيه تنيه. السواق اللي فيها فجاه تربس الباب. بقول له تربسه ليه؟ قال لي عشان الباب بايظ وبيلقم ومش فاهمه في ايه. ايوه فجاه لقيته داخل في الشارع مش بتاعي غير انت داخل غلط. قال لي انا لما ركيش انا تروح تنزلني. قال لي لا انت دافعه الاجره كامله والله ما منزلها غير في مكانك. وقلت له والله لقيت من العربيه في الاخر نطيت من العربيه مش قادره ارفع على رجلي. جدع جدع انك نطيتي جدع والله برافو عليكي. مش قادرة مش قادرة والله بجد. انتي ما انتي ابنك هتطلع حاجة؟ طب معلش انا نطيت من العربية فجأة حسيت رجلي بتوجعني. بس انتي جدعة اتنطيتي جدعة والله العظيم. انتي شباعة والله انتي قوية. اجيب لك مية؟ طب يا طنط اجيب لك حاجة اساعدك؟ يا طنط اساعدك انتي شبه ماما. بس انا عايزة اقول لك على حاجة. هو انتي غلطانة؟ ليه غلطت في ايه بس؟ بصي انتي لابسة سلسلة برضو ذهب برضو دي شكلها غالية قوي. والله دي اكسسوارات ب 30 جنيه مش ذهب اصلا. انتي عارفة ان هي اكسسوارات. هو مش عارف، هو اهم حاجه يلاقي حاجه بتجيب له فلوس. يعني هيبص لسلسله شبه دي مش هيجي دماغه ان هي اكسسوارات. طب انت بتفهميني يا استاذه وانت نفس السلسله؟ حضرتك افهميني، انا مش بركب مواصلات اصلا، انا باخدها ماشي اي مكان رايحه. مش بركب لي مواصلات نهائيا. مش قادر افعل حاجه. بس انت غلطانه. بس معلش انت جدعه. انت جدعه قوي والله. كويس انك نطيتي. معلش عايزه اقول لك على حاجه. انت لازم تعملي محضر ما تسكتيش. هو انت تعرفي وانا بنعمل محضر ازاي وانا ما اعرفش السواق اسمه ايه ولا اعرف اساسا نمر العربيه كام؟ انا ما اعرفش كل ده. بصي على فكره الشارع ده مليان كاميرات. روحي اعملي محضر ما تسكتيش. انت نفدتي منه وغيرك مش هينفد منه. لازم تعملي محضر. لازم ما تسكتيش والله. معلش يا رند بس انت صرفتي كويس قوي يا رند. انت نطيتي يا طنط. هو انت بجد نطيتي؟ انت شجاعه قوي يا طنط. شكرا. الف سلامه عليكي. طب اقدر اساعدك بحاجه؟ طب فين بيتك؟ طيب لا انا هعرف اروح. انا هعرف اروح. شكرا والله اساعدك والله. لسه عايزاه. شكرا ربنا. طب يلا يا امنيه. يلا بينا يا غزه. تعرفي يا امنيه؟ ايه غزه؟ انا عرفت يا امنيه ان ماما ليه مش بتخليني انسى بسلسله ذهب. ليه يا غزه؟ علشان ما حدش يخطفني يا امنيه. ايه ده؟ ايوه يا غزل. ايوه زي ما حصل مع طنط اللي احنا شفناها. ودلوقتي انا كمان عرفت. انا ببقى زعلانه من ماما قوي لما بتقول لي يا امنيه ما تنزليش بالانسان الذهب بتاعك. ببقى زعلانه قوي. دلوقتي عرفت بقى ان ماما لها حق لما قالت لي ما تنزليش بالانسان الذهب عشان مفيش حد يخطفك بسببه. ايوه يا امنيه دي ماما بتحبني قوي يا امنيه. ايوه صح يا غزل. ماشي يلا بينا. يلا بينا.